السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة كويسة جدا. الوصفة اللي احنا هنعملها ديت ده هترجعني 10 سنين ورا. ده هتخلي بشرتك لو كان مثلا عندك تجاعيد في منطقة الوجه او عندك مثلا بشرتك غامقة، هتخلي البشرة بتاعتك زي بشرة الاطفال بالظبط. وعن تجربة وتحداكي ان شاء الله الوصفة دي هتجيب معاكي نتيجة فعالة، يعني هتخلي بشرتك زي بشرة الاطفال بالظبط. شايفين بياض التلج كده؟ ان شاء الله الوصفة دي هتخلي بشرتك زي الفل. كمان يا جماعة لو انت عندكم مثلا تجاعيد في منطقة الوجه او عندكم مثلا نمش او عندكم كلف، كل الحاجات ديت، او لو انت بشرتك مثلا غامقة شوية ولا حاجة، ان شاء الله هنعمل وصفتين كويسين جدا. اول وصفة كده ان شاء الله هنعملها، ده هتبيض معاكي البشرة بتاعتك، هتخليك كده ما شاء الله يعني بشرة منورة. الوصفة التانية ان شاء الله دي هتقضي على كل التجاعيد اللي موجودة في منطقة الوجه، وكمان ان شاء الله ممكن تستخدميها استخدامات تانية كتير وباذن الله هقول لكم عليها. نسمي الله بقى كده ونحط لايك للفيديو. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان تشجعوا ان انا على طول دايما انزل لكم بالوصفات اللي زي دي. نسمي الله ونحط لايك يا جماعه ويلا بينا. اول حاجه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا معايا بطاطسايه. البطاطسيه دي ما شاء الله هنطلع منها وصفه سحر. الوصفه دي هترطب وجهك كده وتخليه وجه منور. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنقشر البطاطسايه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. مهم جدا ان انت ايه تقشر القشر اللي عليه. بالطريقة دي كده. طبعا احنا مش محتاجين القشرة هنرميه، انا بس كل اللي انا محتاجاه البطاطسيه اللي انتم شايفينها دي. بعد كده يا جماعه انا معايا المبشره اهيت زي ما انتم شايفين، هنعملها بالمنطقه اللي هي ايه الخرام بتاعتها ضيقه كده اهو، بلاش نعمل بالواسعه ديت لان انا محتاجه انني اطلع منها النشا الموجود في البطاطس. ده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين البطاطسيه بقت عامله معايا ازاي، نعمتها خالص بقت عامله زي الميه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ عايزاكم تتابعوا معايا الوصفه للاخر علشان تجيبوا نتيجه ممتازه وتخلي بشرتك بشره صافيه وجميله. يبقى كده يا جماعه انا معايا المصفى اهيت، هنعمل ايه؟ هنبدا كلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل كل الميه اللي في البطاطس. وعلى فكره يا جماعه انا برضو هحتاج ايه؟ هحتاج الصفايه دي اللي هي الخشنه ديت اللي هتطلع من البطاطس، ده انا هحتاجها مش هرميها. ده كده انا خلصت اهو، دلوقتي هقول لكم بقى هنعمل ايه. ده كده يا جماعه اهيت، ده البطاطس بقى الخشنه اللي انا صفيتها وطلعت من التصفيه. دي اول حاجه بقى انا هعملها، هنبعد بقى الميه ده برضو انا هحتاجها لان زي ما قلت لكم هنعمل وصفتين في قلب الفيديو. ده كده يا جماعه اهوت الصفايه بتاعت البطاطسيه انا خدتها، شايفين؟ يعني على حسب راحتك بقى، احتجت الكميه كلها ماشي، ما احتجتهاش خلاص. ده كده انا معايا ايه؟ معايا لبن حليب زي ما انتم شايفين كده اهوت، هنحتاج منه بس معلقتين. معلقتين كبار بالشكل ده كده، وهنبدا دلوقتي نقلب البطاطس اللي طلعت مع اللبن بالشكل ده كده. اهم حاجه عندي ان انت تقلبها كويس جدا. ده كده جهزت معايا اهيت واتقلبت كويس. هنبدا بعد كده هنعمل ايه؟ ده كده اول وصفه معانا، هقول لكم برده هنعمل بيها ايه. دي يا جماعه ان شاء الله هنعمل لها كده زي ايه؟ زي فرك للبشره. هناخد منها قطعه صغيره كده اهوت، يعني بالمعلقه كده اهو، اهو
زي دي كده وعلى البشرة بتاعتنا كده اهوت. وهنبدأ ان احنا بحركة دائرية كده اهوت على بشرتنا ده لو انت عايزة تفتح البشرة بتاعتك. ده هنعمل كده لمدة 2 لـ3 دقايق تمام. هنفضل نعمل البشرة بتاعتنا دي، كل ما دي بقى تنشف او يعني او تحس ان هي خلاص كده ابدأ هاتي جديد وحطي واعملي بنفس الطريقة دي كده بحركة دائرية زي ما وريكوا كده تمام. اهو دي كانت اول وصفة، دي علشان تخلي بشرتك فاتحة ومنورة وتحس ان هي كده بيضة زي بيضة الثلج بالظبط. ليه؟ لان طبعا هي عليها بطاطس وعليها نشا. البطاطس يا جماعة كويسة جدا بتفتح البشرة، برضو عليها لبن تمام، اللبن برضو بيفتح البشرة بتاعتنا وبيشيل التجاعيد وبيشيل كل الكلف وكل الحاجات الشوائب الموجوده في البشره بتاعتنا بالشكل ده كده. دي كانت اول وصفه معانا. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده تاني وصفه بعد كده يا جماعه. انا معايا الميه بتاع النشا هي بتاعه البطاطس، ده ان شاء الله اللي انا هستخدمها في الوصفه التانيه اهو. حتى لو انتوا لاحظتم هتلاقوا النشا لسه في اهو، بس شوفوا عامله ازاي لسه تحت خالص. ده كلته احنا كده هننزله انزل كل النشا اللي موجود بالشكل ده كده. طيب بعد كده انا معايا ايه؟ معايا ده رز اهو، ده يا جماعه رز مطحون. ده الرز اهوت، ده الرز العادي اللي احنا كلتنا بنطبخ في قلب بيتنا يعني اهو. انا جبت شويه كده وطحنتهم تمام. بعد كده انا معايا ميه البطاطس اهيت اهي بالنشا اللي فيها زي ما انتم شايفين كده. هناخد معلقتين كبار كده اهوت كده من الرز المطحون اهو تمام. هنقلبهم برده كويس لو انت حسيت ان هي محتاجه كمان حط لها، لان انا حطيت ميه البطاطس كلها ما نقصتهاش. وبرده هيفضل عندك ممكن هتعمله منه 3 مرات في الاسبوع يعني، هتحتاجيه حطيه عندك في الثلاجه مفيش اي مشكله. هنحط برده كده اهوت منه كمان معلقه بالشكل ده كده لغايه ما تحس ان الماسك بدا ايه يظبط معاكش. تمام زي ما انتم شايفين انا معايا البيضه اهيت. البيضه دي يا جماعه انا مش محتاجه منها الا البيض بس تمام. هنكسرها بس كده حاجه بسيطه، هننزل بس منها ايه البياض. هنفتح بس شويه كده على اساس ان هو ينزل معايا بسهوله شويه. ده كده يا جماعه البيض اهوت، ده البيض اللي انا خدته من البيض شايفين اهو. هنحطه برده كده كلته. خدوا بالكم ان ده بيض بلدي، انما البيض الاحمر اللي هو بتاع المحلات ده بيبقى البيض بتاعه كتير جدا يعني. حتى لو انت لاحظت ان هو كتير حاولوا ان انت تحطوا نصه بس. وهنقلب الماسك بتاعنا بالطريقه دي كده. ده كده يا جماعه الوصفه الثانيه اصبحت ان هي جاهزه معايا. ودي كمان اهم حاجه يعني يمكن اهم الاولانيه كمان، بس هما الاثنين بيكملوا بعض. الاحسن ان احنا نعملهم الاثنين مع بعض. برده يا جماعه كده قبل ما نفرد الماسك بتاعنا على البشره بتاعتنا بنعمل ايه؟ بنغسل البشره بتاعتنا الاول كده بالغسول بتاعنا، وبعد كده بننشف كويس جدا. وبعد كده برده بجيب نفس الشيء برده كده بالمعلقه اهو. طبعا انا بقى يعني ايه انتوا عارفين معايا مش لازم ان انا اعمل قدامكم ولا حاجه. وبجيب بالمعلقه او اي حاجه عندك وتفردها على بشرتك كويس جدا يعني. تحاولي ان انت ايه تدلكيها برده كده اهوت على بشرتك بالطريقه ديت زي ما قلت لكم. حاولي ان انت تسيبيها على البشره بتاعتك يعني تفردها على البشره بتاعتك وتسيبيها حوالي 1/3 ساعه تحت عينك بقى وكل بشرتك يعني. حاولي ان انت تفردي الماسك اللي احنا عملناه دوت على كل البشره بتاعتك. ده هتبص هتلاقي يعني لو في تجاعيد ولا حاجه في البشره ده هيفرد بشرتك وهيشيل التجاعيد من اساسه تمام. هنعملها كم مره؟ هنعملها 3 مرات في الاسبوع. ده هتبقى كويسه جدا يعني. حاولي لو انت عايزه نتيجه سريعه، عندك مناسبه ولا حاجه او عندك فرح ولا كده، حاولي ان انت تفرديها 3 مرات في الاسبوع هتبقى كويسه جدا. بعد ما فردت الماسك على بشرتي وعدت 1/3 ساعه زي ما قلت لكم هتقعد 1/3 ساعه تمام. هنعمل ايه؟ هنغسلها كده بميه دافيه، وبعد الميه الدافيه لو انت عندك ميه ورد ولا حاجه بعد كده برده هترطبي وشك بيها، وهنمسح ميه الورد بعد كده.
ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.